رسالة عاجلة أوجهها إلى أنصار عفاش وإلى محبي عفاش وإلى الدائرين حول فلك عفاش، أبشركم بشرى سارة. وجدنا طريقة رائعة وجميلة ومختصرة لكي يخرج علي عبد الله صالح وعفاش من هذا المأزق اللي حط نفسه فيه. هذا الحل يعني مش أنا من عندي، وإنما جابوا أحد الدكاترة، ربما ما أدري ليش جاب له الحل هذا، حل لخروج علي عبد الله صالح من المأزق. الحل نظمها في أبيات جميلة بيقول فيها: كل المحطات انتحار، كل الكراسي في اعتبار، كل التذاكر لم تعد في الانتظار، فات القطار، لم يبقى إلا مخرج، إن شئت تدخله ولك الخيار. جحر الحمار، جحر الحمار، وأشك أن يرضى الحمار.